تقلقش انا تقلقش انا خير. لا انت كذاب، انت ما انتش عارف انت خارج ولا لا. يا حبيبي دي جنايه قتل، والقاضي اللي زي دي بتطول هيبهدلوك في المحاكم من هنا لهنا. اقول لك ايه، ما تخلي علي هو اللي يشيل، هو ابن عمر بس الكبير. بس انا الكلام ده ملوش لازمه خالص. بس انت يا حسين انا امك وانا عارفه مصلحتك. حبيبه قلب اسمعي انت مني، ما فيهاش غير كده. متصور فيديو قصاد جثه، لابساني لابساني، كمين اتعمل لنا واتغفلنا، خلصت. احنا الاتنين جوه السجن، يا واحد فينا بس اللي جوه. انا عمري ما كنت هسامح نفسي لو سبت علي يدخل وحصل له اي حاجه وفضل محبوس. معلش بس هو كبير عنك، هو برضك يستحمل. بعدين انا ابني مش قلت لك في الدنيا دي محدش بينفع حد. حد مين يا ام؟ ده اخويا. أقل مع أخويا؟ يعني أنت فكرت في أخوك ومفكرتش فيا؟ أنا ليه أمين غيرك؟ هتسيبني لوحدي لمين؟ حقك عليا يا حبيبتي، أنا آسف. والله العظيم أنا ما واجعني غير إني سايبك لوحدك. ما عنديش كلام أقوله يخفف عنك. بس أنا طالع. طالع وهبقى معاك قريب.